هذا البرنامج اللي كتشوفوا قدامكم كيدوز في القناة الثانية المغربية. في كل حلقة بائعين مختلفين غتكتشفوا معهم أندر القطع وقصصها. الفكرة ديالو هو أنهم كيجيبوا ناس عندهم قطع ثمينة كيعرضوها للبيع قدام تجار تابعين للبرنامج، وكيبقاو يتزايدوا عليها حتى كيوقف الثمن عند واحد وكيكون هذاك هو الثمن النهائي. هذا البرنامج هو في الأصل برنامج ألماني سميته باغس في غاغس، وتعني المال مقابل الأشياء النادرة. تم البث دياله لأول مرة سنة 2013 قبل ما يشتهر بالنسخة الفرنسية اللي كانت سميتها أفير كونكلي، أي الاتفاق تم. هذه النسخة الفرنسية انطلقت سنة 2017، وبعد ما اشتهرت جابوها لنا في قنواتنا العمومية بطريقة مشوهة للأسف. تصوروا أنه في واحد الحلقة أعطاه لواحد السيد 10 دراهم في كتاب ديال لكارت بوستال. في جمال فنا مريدريس زرعون واخا نسمعوا الخبيره للفوزيه. انا اللي غنقدر نقول لك الشريف وهي 10 دراهم في لاكارت بوستال. هذيك 10 دراهم واش يشد بها الطريق ولا يمشي بها لدارو ولا يشرب بها قهوه ولا اش غادي يدير بها؟ كيف كيقولوا الله يجيب غفله ما بين البيع والشري. بقاتش هذه تجاره بتراضي وحسن نيه، هذه ولات بالعلال استغلال غفله البايع وشراء القطع الثمينه بثمن بخس. ملي البرنامج الهدف ديالو هو إبراز القطع الأثرية ويعطيها قيمة، لاش غادي يجيبوا واحد ويعطوه 10 دراهم قدام العالم كله؟ أشنا هي الرسالة ديالكم؟ الصراحة أنا وبزاف معايا من المغاربة ما كنتفرجوش في التلفزة ديالنا لأننا كنعرفوا مستوى البرامج ديالها، ولكن إلا ما تفرجنا احنا راه أولادنا كيتفرجوا وما نقبلوش هذا الكلام يدوز في قناة عمومية. يمكن تكونوا نجحتوا في نسخ التجربة الفرنسية من ناحية الشكل، من ناحية الديكور، من ناحية نقل البرنامج بنفس الطريقة اللي كيتعرض بها فرنسا، ولكن ما نجحتوش من ناحية المضمون، ما نجحتوش باش تحافظوا على الأثر ديالنا وعلى القيم ديالنا اللي بغيتوا تبثوها من داخل هذا البرنامج هذا، ما حافظتوش على الصناعة التقليدية ديالنا، ما قيمتوهاش تقييم كبير، يعني على أنه اللي بغيت نقول على أنه نسخوا لتجربة فرنسية في هذا البرنامج هذا كنسخ للتجربة الفرنسية في مجال التعليم، في مجال الطب، في مجموعة من المجالات. أنا بغيت السؤال اللي غنطرح وكنطرحه على المغاربة كاملة، دخلت عليكم بالله شحال استفدنا من فرنسا هذه سنوات كاملة وحنا متابعينها في مجموعة من البرامج، تابع مجموعة من الاستراتيجيات، في مجموعة من الحوايج اليوم تيلاش وصلتنا. النموذج ديال هذا البرنامج نموذج سيء جدا في الحقيقة، كيضحك في الحقيقة، كيدوز بزاف ديال الشوهة وديال قلة الاحترافية، وكيقتل لنا الإبداع، وكيطرح لنا سؤال الإبداع ديال العقل المغربي، وكيطرح لنا سؤال مهم وأساسي هو هجرة الكفاءات المغربية في مجموعة من المجالات، في الدراما، في التلفزة، في السينما، في الطب، في التعليم، في غيرها من المجالات. من اللي كنشوفوا بحال هاد الشيء هذا مستورد، وما نقدروش نحن نجيو برامج من بيئة ديالنا، من الثقافة ديالنا، من الهوية ديالنا، اللي حافظنا على الهوية ديالنا. للأسف الشديد نحن مازلنا متمسكين اللغة الفرنسية، اللي فرنسا نفسها في 55% من جامعاتها ولات كتمشي للغة الإنجليزية، في الوقت اللي فرنسا نفسها تخلات على لغتها نحن مازلنا متمسكين باللغة ديالنا. أنا كنقولها لكم كنأكدها لكم، تقدم كيكون بالحفاظ على الهوية، بالحفاظ على اللغة، بالحفاظ على القيم، بالحفاظ على المستقبل، والحفاظ أيضا على الماضي. هذا إلا بغينا نتقدموا، إلا تمنا شادين في فرنسا غادي نبقاو نستنسخوا أمثال هذه البرامج اللي هي برامج كتعطي الشوهة في الحقيقة، وكتقدم لنا نماذج سيئة عن ثقافتنا وعن تفكيرنا، وكتقول على أننا نحن كمغاربة راه ما كنفكروا بحال غيرنا من الدول اللي برزات مجموعة من البرامج وعلى رأسها تركيا ومصر وغيرها وطورت آلياتها. تحياتي لكم، وعيد مبارك سعيد عليكم جميعاً.